بتنشأ الشرايين التاجية من الأسندنج أورطة اللي هو الأورطة الصاعد، واحنا عندنا اتنين شرايين تاجيين رئيسيين، هما الرايت كوروناري ارتري والليفت كوروناري ارتري. مسار الدم اللي احنا عارفينه هو بيكون كالتالي: الدم بينتقل من الليفت فنتريكل للاسندنج اورطا، الدم بينتقل من الليفت فنتريكل اللي هو البطين الايسر الى الاسندنج اورطا، وبيمنع رجوع الدم من الاسندنج اورطا الى الليفت فنتريكل صمام بيطلق عليه اسم اورتيك فالف. الاورتيك فالف هو صمام من النوع ثلاثي الشرفات، بيحتوي على ثلاث شرفات. الثلاث شرفات دي بتسبب وجود ثلاث جيوب اسمهم اورتيك ساينسز، ثلاث جيوب داخل الاسندنج اورطا. تاني احنا عندنا ان الدم بينتقل من الليفت فنتريكل الى الاسندنج اورطا، وبيمنع رجوع الدم تاني من الاسندنج اورطا الى الليفت فنتريكل صمام من النوع ثلاثي الشرفات اسمه اورتيك فالف. الاورتيك فالف بيحتوي على ثلاث شرفات بتسبب وجود ثلاث جيوب، الجيوب دي اسمها اورتيك ساينسز. الجيوب دي هي دي الجيوب اللي بيخرج منها الكوروناري ارتريز. طب ازاي احنا عندنا اتنين شريانين تاجيين، اتنين كوروناري ارتريز، وفي تلات جيوب وهما الرايت اورتيك ساينس والبوستيريور اورتيك ساينس والليفت اورتيك ساينس؟ والاجابة على السؤال ده بتكون كالتالي: ان الرايت اورتيك ساينس بيخرج منه الشريان اللي اسمه رايت كوروناري ارتري، والليفت اورتيك ساينس بيخرج منه الليفت كوروناري ارتري، بينما البوستيريور اورتيك ساينس بيطلق عليه اسم نان كوروناري ساينس، يعني ما بيخرجش منه اي شرايين. نيجي للسؤال الثاني اللي بعد كده، هو بيقول سؤال مهم جدا، بيقول ايه هي اول الشرايين اللي بتخرج من الاورطة، اول الشرايين اللي بتتفرع من الاورطة؟ والاجابة بتكون الكوروناري ارتز اللي هي الشرايين التاجية. احنا قلنا ان الكوروناري ارتريز اتنين: ليفت كوروناري ارتري ورايت كوروناري ارتري. الرايت كوروناري ارتري بيخرج من الرايت اورتيك ساينس وبيمر ما بين الرايت اتريوم والبلمونري ترانك، وبيتفرع من الرايت كوروناري ارتري عدة تفرعات، اشهرها فرع اسمه رايت مارجنال برانش. الرايت مارجنال برانش بيتجه الى منطقة الابكس اوف ذا هارت، بيكمل بعد كده الرايت كوروناري ارتري لحد ما يتفرع منه فرع اسمه بوستيريور ديسندنج ارتري او ما يسمى باسم بوستيريور انترفنتريكولار برانش، واللي غالبا بعد كده بيتصل مع الانتيريور ديسندنج ارتري اللي بيتفرع من الليفت كوروناري ارتري. الرايت كوروناري ارتري اللي هو الشريان التاجي الايمن بيغذي كل من الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، والجدار اللي موجود ما بين البطينين او ما يسمى باسم انترفنتريكولار سيبتم، وبيغذي ايضا كل من الاس اي نود اللي هو ساينو اتريال نود والاي في نود اللي هي اتريو فنتريكولار نود، وايضا الرايت كوروناري ارتري بيغذي اجزاء من الليفت اتريوم ومن الليفت فنتريكل. نيجي بعد كده للليفت كوروناري ارتري اللي هو الشريان التاجي الايسر. الشريان التاجي الايسر بينشا من الاسندنج اورطا، بالتحديد من جزء اسمه ليفت اورتيك ساينس، وقبل دخول الليفت كوروناري ارتري الى الجروف الخاص بيه اللي يسمى كوروناري جروف، بينقسم الى سيركمفليكس ارتري وليفت انتيريور ديسندنج ارتري واللي اختصاره LAD. السيركمفليكس ارتري بيتفرع منه فرع اسمه ليفت مارجنال ارتري، بيتجه الى منطقه الابكس اوف ذا هارت،
والليفت انتيريور ديسندنج ارتري بيهبط لاسفل ايضا بيتجه الى منطقه الابكس اوف ذا هارت، وغالبا بيتصل مع البوستيريور ديسندنج ارتري اللي بيتفرع من الرايت كوروناري ارتري. الشريان التاج الايسر بيغذي كل من الليفت فنتريكل والليفت اتريوم، وبيغذي ايضا الاي في باندلز.